فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل يحرم قراءة الإخلاص ثلاث مرات بين كل أربع ركعات في التراويح؟ لأن هناك أقوام يحرمون علينا ذلك. نود معرفة هل هو ده مش مسألة حرام. احنا ما أشد سرعات تسرعنا إلى الحرام لمن مالك، يعني حضرتك تقرأ أنت الموطأ لا يقول هذا حرام وهذا حلال، يقول هذا أحب إلي وهذا أكره وهذا أحب، هذا أكره هذا أحب. المسائل أشد حاجة كنك تقول محرم في شرع الله أو هذا حلال في شرع الله، لأن التحليل والتحريم إنما هو لله رب العالمين. لكن نحن نقول مثلا إيه؟ الأولى أن لا نقول قل الله واحد، الأولى نقول أحسن، لكن لو قلناها ما فيش حرمة. لكن يعني الأولى الحاجات التي لم ترد نتوقف عنها، لكن لو قيلت ليست فيها حرمة. الله أكبر من الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رامحين على مصرمين، يبعد سلامك كلمتين يا أهل الله، واشتق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله، أصغر العلماء تكبر تقول ما تشاء. ربي السماء وقولوا آمين.